اهلا بكم. نبدأ مشاهدينا من القاهرة التي يشهد فيها اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفل الذي يقيمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت العام 2017. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة في إطار اهتمام الدولة للوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية على أسس علمية سليمة وحديثة ومتطورة. وفي بيان مشترك رحب ممثل المجموعة الرباعية الدولية المعنية بتحقيق السلام بالشرق الأوسط، رحبوا بجهود مصر لإنجاح المصالحة الفلسطينية، وطلب ممثل المجموعة الرباعية الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية. في سياق متصل قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أنهم سوف يقدمون تنازلات كبيرة من أجل تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. وشدد يحيى السنوار على أنه لن يسمح لأحد بالتشويش على مساعي إنهاء الانقسام الفلسطيني. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء الأحادي لاستقلال كردستان العراق وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار وضبط نفس. كانت السلطات العراقية بدأت الجمعة تطبيق إجراءاتها العقبية على أقليم كردستان عقب إجراء الاستفتاء الانفصالي بتعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطري أقليم كردستان في إربيل والسليمانية. قالت وحدة الإعلام الحربية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجيش السوري وحلفائه تمكنوا من تأمين الطريق من تدمر إلى دير الزور، وهو خط إمداد رئيسي من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى المدينة الواقعة بشرق البلاد بعد صد هجوم عنيف لتنظيم داعش الإرهابي. ختام الموجز، إلى اللقاء.